خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطرة والبشر مؤمن وجاحد والثمر في الأصل بذرة. خذ من التاريخ عبرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأشياء التي ينبغي أن يشعر بها المسلم قضية العزة. شنو العزة؟ ذكرها الله عز وجل بالقرآن: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أن يكون المسلم عزيزا، عزيزا بأي شيء؟ بنسبه؟ بحسبه؟ بماله؟ بمنصبه؟ لا، كل هذا لا يسوى شيئا. المسلم يعتز بدينه، بإسلامه. ولهذا لما قال أبو عبيدة لعمر بن الخطاب وهو على دابته تخط رجلاه في الطين: يأتي ليستلم مفاتيح بيت المقدس ويستقبله كبار الروم، قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، لو جئت على غير هذا ولبست غير هذا فإن كبار الروم ينتظرونك. قال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها لضربته بالدرة. لك مكانتك أنت يا أبا عبيدة. قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة بالإسلام لا تعني الكبر على خلق الله عز وجل، لا لا أبدا، لكن الإنسان ما يستحي من أن يقول أنا مسلم، لا يخجل أن يظهر شعائر الدين، لا يتردد أن يلتزم بحدود الله جل وعلا أينما كان. والله لو كان في أوروبا، لو كان في أمريكا، في الصين، في أي مكان في الأرض، يفتخر المسلم بأنه يتبع شرع الله عز وجل. أنا مسلم، وليعرف البشر كلهم أنني مسلم، أعبد الله جل وعلا وأقتدي بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، شاء من شاء وأبى من أبى. عزة المسلم تجعله أحيانا ما يلتفت لبعض التفاهات، لبعض صغائر الأمور. هذا رجل اسمه المهدي، كان خليفة من خلفاء بني العباس، دخل يوم من الأيام وكان حاجا على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في المسجد ناس، اللي يصلي واللي جالس واللي، وكان أحدهم من العلماء اسمه محمد ابن أبي الذئب، هذا عالم من العلماء. فلما دخل الخليفة، الناس عادة شو تسوي لما يأتي الحاكم أو الرئيس أو الأمير؟ الكل يقوم له، الكل يذهب إليه يرحب فيه ويقوم له على الأقل احتراما. أما هذا الرجل فقد كان جالسا بين الناس، الكل قام له، هو جالس يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا. فقالوا له: ألا تقوم للخليفة؟ يعني شكلك غلط، الناس كلها قامت وأنت جالس. فنظر إليهم والخليفة يسمع، قال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. اللي يقام له والله ما يقصد القيام العادل، الواحد يقوم يسلم على الضيف، لا، احنا في مسجد، احنا في بيت الله. وأي مسجد هذا؟ مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وأي مسجد؟ أنا مشغول بذكر الله، إذا أردتم أن أقوم لأنه يريد أن أقوم له فإنما يقوم الناس لرب العالمين. فقال الخليفة لحراسه، قال: دعوه، فوالله قامت كل شعرة في جسدي، أي خوفا وإجلالا لكلامه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أعز نفسك أيها المسلم. هذا الذي يتزلف ويتقرب ويحاول أن يبدل دين الله عز وجل بس علشان يحصل على كم فلس، أو أن يجلس ويقول الأشعار المدح والثناء لبعض الكبراء بس علشان يقطون له صرة من الأموال،
عيب، هذا إنسان قاعد يذل نفسه. المؤمن عزيز، عزيز نفس، ما يرضى أن تذل نفسه لكائن من كان. مالك بن أنس دعاه هارون الرشيد وكان الخليفة، دعاه أن يأتي إليه ليحدثه من علمه، فأرسل لهارون قال العلم يؤتى ولا يأتي، تبي تتعلم أنت اللي تجيني، لست أنا الذي آتي إليك. هذا كله ليعلم الناس، هؤلاء أئمة يريدون أن يكسروا تلك النفس التي فيها شيء من الكبر، يكسروها كسرا. هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الإصلاح في الأرض. قال العلم يأتي ولا يؤتى. فلما جاءه هارون الرشيد في بيته دخل واستند على الحائط، فرد عليه مالك قال من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، يعني أنا أكبر منك سنا وشابت لحيتي، يعني احترمني في هذا المجلس. فجلس كالتلميذ بين يدي شيخه وبدأ يحدثه مالك. فقال هارون الرشيد وهو الخليفة قال يا إمام قد تواضع لنا علم غيرك فما انتفعنا فيه، يعني علم بعض العلماء اللي حولك هو اللي يأتينا وينذلنا فما استفدنا منه، وتواضعنا لعلمك فانتفعنا به. هكذا يعتز الإنسان بدينه ويعتز بعلمه ويعتز بإيمانه وعقيدته، ما يذل لأجل فلان ولا لأجل منصب ولا لأجل مال ولا لأجل راتب ولا لأجل كائنا من كان. لا يا جماعة، نحن نعتز بالله. نعم أحيانا تحتاج منك تلك العزة أن تقول قولة الحق ولا تخاف لومة لائم، أحيانا هذه العزة ضريبتها القتل والموت، لكن في سبيل الإسلام حي هلا بهذا الموت. سيد قطب رحمه الله قبل موته قالوا له اكتب كلمة، بس كلمة خلاص ونعفو عنك، اعتذر عما فعلت، تأسف من الحاكم، قل أي شيء برسالة ونعفو عنك. قال إصبع أرفعه في الصلاة في التشهد ووحد الله عز وجل به أكتب فيه مثل هذا؟ كلا والله، الموت أحب إلي من هذا. وفعلا ذهبت نفسه إلى بارئها، لكنه عاش عزيزا ومات عزيزا. أيها المسلم كن عزيزا بدينك. يقول الأوزاعي كتب عمر إلى بعض عماله أن اجتنبوا الانشغال أثناء حضور الصلاة، فإنه من كان مضيعا للصلاة كان لغيرها أشد تضيعا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. المؤمن عزيز لا يرضى بالذلة في دينه. انظروا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان من أبر الناس بأمه. لما دخل في دين الله عز وجل جاءته أمه وكان يحبها، فقالت له يا بني أي دين هذا الذي خالفت فيه دين آبائك وأجدادك؟ قال إنه دين الله عز وجل. قالت يا بني سأقتل نفسي، لن آكل شيئاً ولن أشرب شيئا وسأجلس تحت الشمس لا أستظل بظل حتى أموت، فإذا مت سيعيرني الناس فيك ويعيرك الناس بي وتموت ندما. فجاءها كل ساعة يقول لها يا أمه كلي، قالت والله لا أكل حتى ترجع عن دينك. ويأتيها بعد ساعة يحاول أن يقنعها وهي تأبى، في اليوم الثاني حتى نحل جسمها وكادت أن تموت، فجاءها بعزة نفس. إذا صار الأمر دين يسقط كل شيء، هذا دين،
هذا مو لعب. قال: يا أمه، تعلمين مدى حبي لك، لكن دين الله عز وجل أحب إلي، الدين أغلى من كل شيء يا أمي. قال: والله لو كانت لك 100 نفس، مو واحدة، لو كنت تعيشين 100 مرة، فخرجت نفسا على أن أترك هذا الدين، والله ما تركته. كلي إن شئتي أو دعي إن شئتي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إنها عزة النفس. أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فقط الرجال عزيزين نفس بالدين، لا لا، حتى النساء أيضا. هذه أم حبيبة رملة ابنة أبي سفيان، أبوها أسلم متأخرا، جاءها يوم من الأيام، طبعا أم حبيبة أحدى أمهات المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءها أبوها قبل إسلامه وهو مشرك، جاءها المدينة، فدخل على بيتها، بيت منه؟ بيت بنته. فلما دخل عليها وسلم أراد أن يجلس، فإذا فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قبل أن يجلس أبعدته فطوت الفراش ليجلس على الأرض، فقال لها: يا بني، يا بني، أرغبت بالفراش عني أم رغبت بي عن الفراش؟ يعني أنت قدمتيني أنا ولا علشاني أنا ولا عشان الفراش؟ قالت: بل رغبت بالفراش عنك يا أبي، إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنت امرئ مشرك نجس. قال: لقد أصابك بعدي شر، لقد أصابك بعدي شر. لا يا أبا سفيان، لقد أصابها عز الإسلام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ما أعظم المرأة اللي تروح بلاد أوروبا تفتخر بحجابها، تفتخر بعباءتها. ما أعظم المرأة رايحة علاج ولا دراسة ما تتنازل أبدا عن لباسها، عن عباتها، عن حجابها، عن دينها. ما أعظم المسلم اللي يدخل مطاعم أول شيء يسأل: أكلكم حلال ولا مو حلال؟ والله لو كان ألذ الطعام لكن مو حلال أتركه، أنا أريد العزة عند الله جل وعلا. هذا المعتصم أحد قادة الإسلام على حدود الروم، منطقة اسمها عمورية. عمورية دخل الروم في تلك البلاد وأخذوا يقتلون وأسروا امرأة من نساء المسلمين، فأرسلت رسالة إلى المعتصم: أنني أسرت وحق علي، عليك أن تنصرني. فإذا بالمعتصم يرسل رسالة إلى حاكم الروم وإلى ملك الروم قاسية شديدة، قال: إن لم تفرج عنها وعن أسرى المسلمين لأتينك بجيش لا قبل لكم به، أوله عندكم وآخره عندي. هكذا المعتصم يسير جيشا يدك الأرض لأسيرة واحدة. واليوم أسرى المسلمين في سجون العالم، في غوانتانامو، في أفغانستان، في بعض البلاد الأخرى، يأسرون ويغتصبون ويقتلون، لكن أين المعتصم؟ رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. اعتز، أنت مسلم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. خبيب بن عدي أسروه، ولما أرادوا قتله استأذنهم بصلاة ركعتين فصلى فأوجز، قال: عشان الناس ما تقول إني خايف، عشان كذي ما طولت بصلاتي. قالوا: تريد، تود أنك في بيتك ومحمد مكانك؟ قال: يا قوم، والله لا أود أن أكون بين أهلي ومحمد في بيته يصاب بشوكة. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. اعتز أيها المؤمن، اعتزي أيتها المؤمنة، فأنتم تعبدون
الله العزيز القدير. يقول ابن القيم رحمه الله: حياة القلب وصحته لا تكون إلا إذا كان القلب مدركا للحق، مريدا له، مؤثرا له على غيره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المؤمن عزيز بدينه لا يتنازل عن شيء مهما كان هذا الشيء، الدين كله عظيم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قامت الناس وارتدت، قالوا: كنا نعطي الزكاة لمحمد، محمد الآن مات، صلاة نصلي لكن زكاة ما في. فقام أبو بكر بحملته الشهيرة بالوقوف أمام المرتدين، وإذا بالناس يقولون لأبي بكر: كيف تقاتلهم وهم يشهدون الشهادتين ويصلون؟ قال: والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه، والله لو لم يقاتلهم إلا أنا لقاتلتهم لو لوحدي. هكذا هي عزة المسلم، ما نرضى بالدنية من ديننا، مو على كيفهم يسلمون ثم يرتدون ويتلاعبون بهذا الدين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخندق قام رجل اسمه عمرو بن عبد ود، هذا رجل بطل قوي دعا المسلمين للمبارزة، فقال علي رضي الله عنه: أنا أقوم له يا رسول الله. ففي البداية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي كان شابا صغيرا بالعمر، قال: لا أجلس. فتحدى مرة ثانية، قال علي: أنا، هذا دين، نحو أعز في هذا الدين. فلما سمح النبي، أذن النبي له أن يبارز ذلك الرجل الكبير الجسم عظيم البنية. شوف الرجل يعني بهذه القوة، لكن عزة الإنسان بدينه، عزة الإنسان بدينه تجعله ما يخاف من أحد. فقال له عمرو بن عبد ود: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: إن في أعمامك، إن في يعني أصحابك من هو أكبر منك سنا وأعظم منك شأنا، فإني لا أحب قتلك. يعني أنت صغير تريدني أنا أقتل واحد مثلك؟ دور لك واحد كبير يبارزني أنا. ماذا رد عليه الإمام علي رضي الله عنه؟ رد عليه بعزة المسلم، قال: إن كنت لا تحب قتلي فإني والله أحب قتلك. إذا أنت ما ودك تقتلني، ترى أنا أمنيتي أن أقتلك، إن أردت المبارزة فبارز. فتبارز الإثنان، فصرعه الإمام علي صرعة ما قام بعدها أبدا، قتله وكبر الناس. ترى هذه عزة المسلم، المسلم عزيز. عبد الله بن مسعود في بداية الإسلام، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان الناس في سر وخوف وهلع، رضي الله عنه قال: سأجهر بالقرآن أمامهم. قال أصحابه: لا تفعل، سيضربونك وربما قتلوك. قال: إن الله سيمنعني ويحميني. أنا عزة الإسلام ترى هذه، ما يهاب أحداً. فقام فجأة، ويسمى ابن أم عبد، قام رضي الله عنه أمام الناس وأخذ يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. فقال الناس: ما هذا؟ ماذا يقول هذا الرجل؟ ماذا يقول ابن أم عبد؟ فقال بعضهم لبعض: يقرأ القرآن. فإذا بهم يتجمعون عليه ويضربونه، يقرأ القرآن وهم يضربونه، يقرأ القرآن وهم يضربونه، حتى سال الدم من جسمه، سقط على الأرض، فحمله أصحابه وذهبوا به إلى البيت وبقيت فيه روح ما مات. فلما طببوه واستفاق قال: هل تريدوني أن أرجع؟ فوالله لو أردتم لفعلت، إذا تبوني أرجع أرجع مرة ثانية. قال: لا تفعل،
لا تفعل سيقتلونك. لما كان يفعل الصحابة هذا؟ تدرون ليش؟ فيهم عزة، عزة الإسلام. خالد بن الوليد لما حاصر قنسرين، هرقل تعجب، أي أمة جبارة هذه؟ كان المسلمون قلة والروم كثرة، فسأل هرقل جنده: أيقاتلونكم ويغلبونكم من كثرة؟ قالوا: لا، هم والله أقل منا عددا. قال: عندهم سلاح أكثر منكم؟ قالوا: لا، سلاحنا وعتادنا أكثر منهم. قال: إذن لم تخافون منهم ويغلبونكم؟ فقام شيخ كبير بالسن عند هرقل، قال: تسمح لي أن أتكلم؟ قال: تكلم أيها الرجل. قال: تعرف لما يغلبوننا؟ لأننا نشرب الخمر ولا يشربونه، لأننا نزني ولا يستحلونه، لأنهم يقومون الليل ويصومون النهار. تعرف ماذا قال هرقل؟ قال: صدقت، بهذا يغلبوننا. هذه عزة المسلم. والله لو تكون عزيز بدينك، ما نقول خافك الناس، لكن هابك الناس. الناس يجعلون لك قدر، يجعلون لك احترام. اليوم أمة الإسلام لأنها هانت فهانت في أعين الناس. ولهذا كما قيل: يعني ما لجرح بمية إيلام. الميت خلاص ما قام يأثر فيه شيء، هن بأعين أنفسنا فهن بأعين الناس. الملك فيصل رحمه الله: من منا لا يحفظ فعله القوي البطل عندما أوقف النفط؟ قال: إذا فعلتم ما فعلتم بالمسلمين والله لأوقفن. وفعل. قالوا: كيف ستأكل نفط ما يشترون منكم؟ يعني ما عندكم موارد للدولة، ستموتون من الجوع. قال: عاش آباؤنا وأجدادنا على التمر، نعيش على التمر. والله لا نبالي بهم ولا بأموالهم ولا بثرواتهم، النفط نوقفه. هذه عزة الإسلام، ترى عزة المسلم. وأذكر قصة السلطان عبد الحميد العثماني، ذلك الرجل الذي حاولوا أن يرشوه بالأموال والملايين، حاولوا أن يفعلوا ما يفعلوا لأخذ فلسطين منهم. قالوا: أريد قطعة من الأرض في فلسطين، ورشوه بالملايين. قال: قولوا لهرتزل ألا يقدم خطوات في هذا الباب وفي هذا الطريق، فوالله لعمل المبضع في جسدي، يعني لو يجيبون موس يقطعون جسدي قطعا قطعا، أهون إلي من أن يأخذوا شبرا قاتل من أجلها المسلمون. شوفوا عزة المسلم. نريد والله قادة بهذه العزة، نريد شعوبا إذا سافروا إلى بلاد الغرب عندهم عزة الإسلام في الأذان والصلاة والحجاب والالتزام والأخلاق والبعد عن المحرمات. نريد عزة المسلم عندما يظهر في الإعلام أو في البرامج التلفاز. نريد عزة المسلم عندما يسأل لا يستحي ولا يخجل من دينه. نريد عزة الطالب المسلم في جامعته في دول الغرب وأمريكا وغيرها. نريد عزة الفتاة المسلمة بلباسها وثباتها ودينها وحجابها. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين. خذ من التاريخ عبرة، وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدرة. في مشاهدنا مشاهد تمنح الآتين زهرة، والصور للناس تروي كيف ينسى الطين قدرة، كيف ينسى الطين قدرة.